بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في شرح جديد من شروحات أحمد فتحي، شرح اليوم مشيت الله تعالى عن كيفية عمل نسخة احتياطية من الويندوز والبرامج والتعريفات المثبتة على نسخة الويندوز على هارد خارجي في بعض الأحيان عند قيامك بعمل أبديت أو تحديث لنسخة الويندوز الموجودة عندك على الجهاز، فبتظهر بعض المشاكل، فبتضطر في النهاية للتغلب على هذه المشاكل انك تثبت نسخة ويندوز جديدة، فبتفقد البرامج اللي انت مثبتها على الجهاز والتعريفات المثبتة على الجهاز. فمن خلال حلقة النهاردة هنشوف ازاي هنعمل نسخة احتياطية من الويندوز بحيث ان الويندوز لو عندك تعرض لبعض المشاكل تقدر من خلال النسخة الاحتياطية دي ترجع للنسخة بتاعتك بالبرامج والتعريفات المثبتة على الويندوز. نبدأ على بركة الله. الخطوة الأولى هنروح هنا على قائمة ستارت، وبعدين نروح هنا على سيتنجز أو الإعدادات، وبعدين نروح هنا على أبديت أند سيكيورتي، وبعدين نروح هنا على بيك أب، وبعدين نضغط هنا على جيت تو بيك اب اند ريستور، اضغط عليها، وبعدين اضغط هنا على كرييت سيستم ايمج وانتظر بعض اللحظات. وهنا بيقول لي اون هارد ديسك، فبتضغط هنا بتختار اليو اس بي او الهارد الخارجي اللي هنعمل عليه النسخه الاحتياطيه، ولكن الحجم الهارد الخارجي او اليو اس بي يجب الا يقل عن 60 جيجا بايت، ممكن تبقى اكتر حسب الملفات والبرامج المثبتة عندك على الويندوز. فهنا بيظهر لي الهارد الخارجي، انا عندي الهارد الخارجي هو الهارد ده كده، فعندي هنا المساحة الخالية عندي على الهارد الخارجي 134 جيجا بايت، فهحدد الهارد الخارجي وبعدين اضغط هنا على نيكست. فهنا هو محدد لي بارتيشن السي الموجود عليه الويندوز بالبرامج والتعريفات، وهنضغط هنا على نيكست، وبعدين اضغط هنا على اجنور، وبعدين اضغط هنا على ستارت بيك اب، وانتظر حتى تنتهي عملية النسخة الاحتياطية من الويندوز. قد تستغرق بعض الوقت، انتظر حتى تنتهي العملية. عندما بينتهي بتظهر لي هذه الرسالة، اضغط هنا على نو وبعدين اضغط على كلوز، وبكده بيبقى انا عملت نسخة احتياطية من الويندوز واقدر استرجعها في اي وقت لو حصل معي مشاكل. هنشوف ازاي نقدر نسترجع النسخة الاحتياطية في حالة حدوث مشكلة على الجهاز. هنعمل نفس الخطوات، بروح هنا على قائمة ستارت وعلى سيتنج، ونروح هنا على ابديت اند سكيورتي، وهنروح هنا على ريكفري، وهنا اضغط على ريستارت ناو، بيتم اعادة تشغيل للجهاز. وهنشوف باقي الخطوات، هصور باقي الخطوات بكاميرا الموبايل. اضغط هنا على ستارت ناو، هنا بيقول لي تشوز ان اوبشن، فاضغط هنا على ترابل شوت، وبعدين اضغط على ادفانسد اوبشن، وهنا اضغط على سيستم ايمج، اضغط هنا على اسم الجهاز، وهنا لو في باسورد معمول للجهاز فبتدخل الباسورد وبعدين تضغط على كونتينيو، لو ما فيش باسورد بتضغط على كونتينيو مباشرة، هدخل الباسورد. هنا كده جاب لي الملف الاحتياطي، هضغط هنا على نيكست، وبعدين اضغط على نيكست، وبعدين هنا اضغط على فينيش،
وهنا بتظهر الرسالة بيقول لي هيقوم بمسح الداتا الموجودة على النظام ويتم استعادة الداتا على النسخة الاحتياطية. فأنا هنا أقول له يس، فيتم عمل إعادة تثبيت لي النسخة الاحتياطي على الجهاز. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.